اللهم أعذنا من الهم والحزن، نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. أيها الأحبة، كان هذا هو دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل يوم، كان يستعيذ من الهم والحزن. الهموم تقعد الإنسان عن أمور دينه ودنياه. الهموم معاشر الأحباب بئس الضجيع والقرين، ولذلك من لزمه الهم ضاقت به الأرض بما رحبت، ورأى كل شيء أسود ولو كان في أجمل صورة. تنظر إلى وجوه بعض الناس تنظر إليها فتجد أن الهم سكنها والضيق، وتجد أنه يتنفس من ثقب إبرة، وتسأله فيقول الهموم، وليس في الدنيا مرتاح. الهم إذا كان ليس له سبب شرعي بتفريط العبد في طاعة ربه، الهم كفارة من كفارات الذنوب. ما يصيب العبد المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والبعض منا معاشر الأحباب ينسى أنه في الدنيا، يريد نعيم الآخرة وهو في الدنيا. نعم، هي لأهل الطاعة، لكن لا بد من الحزن، ولا بد من المرض، ولا بد من تقلب الأحوال، ومن تنمر بعض المخالطين بك، ولا بد أن تقبر حبيبا لك، ولا بد أن تودع بعض مالك، ولا بد من الهم والحزن قليل منه لتشعر أنك في هذه الدار. ومن أراد دارا ليس بها هم فليبحث عن أرض غير هذه الأرض، فهذه طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. كلمتنا عن دواء الهم وعلاج الغم، وقبل أن أبدأ في الأدوية النبوية لعلاج الهم الذي يسكن بعض القلوب وضيقت به بعض الصدور، تأكد أيها المؤمن أن هذا الهم والغم لست أنت سببه، فالبعض هو سبب الهم الذي في قلبه. أعطيك مثال: المظالم. من كانت عنده مظالم للناس، ظلم مؤمنا، بل لو ظلم بهيمة، بل لو ظلم كافرا، لكان هذا الظلم يرحل الفرح والسعادة عن قلبه، يضيق صدره. فإن الظالم بدعاء المظلوم عليه يقلب حياته كدرا ونكدا وضيقا وحزنا. من أسباب الضيق أيضا ترك الصلاة. البعض يعبث بمواقيتها، يستيقظ للدوام ويغيب عن الملك العلام جل وعلا، يستيقظ لمقابلة المخلوقين وقد غاب عن الخالق سبحانه. الذي يزن السعادة في حياتنا هي الصلاة، صلتك بربك. فإذا فقدت التوازن في الصلاة أو عبث بمواقيتها تقديما أو تأخيرا أو تسويفا أو بعدا للطهارة أو غيره، انفلت زمام السعادة في الحياة، وعاس الإنسان في ضيق. فإذا عاد إلى الصلاة عادت السكينة. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر جاءه الهم وأهمه أمر فزع إلى الصلاة. إذن كيف اللي بدون أمر لا يفزع إلى الصلاة؟ كيف ستكون حياته، خاصة إذا كان يفرط في الفرائض؟ ومنها قطيعة الرحم. قاطع الرحم بلعنة الله ملعون مقطوع. كيف يبغى السعادة؟ الهم يسكن قلبه، والهم تسكن أيضا تسكن عينه، حياته في ضيق، لأنه ما مشى فوق الأرض لاحقه القطيعة واللعنة. إذن هذا هو السبب. قلة الذكر أيضا تسبب الضيق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن معاشر الأحبة، أحياناً الهم نحن سببه. الابن اللي نربيه اليوم كلنا مقومينه للصلاة، لا مقومينه للاختبار، خايفين على طلابنا من أن يغيبوا عن الاختبار. ولا ألوم الأب أن يحرص على ابنه وعلى تحصيله الدراسي وأن يتميز وأن يتفوق لكن يا أخي، أنت تدفعه
لاختبارات الدنيا وقد غاب عن أسئلة اختبارات الآخرة وهي مكشوفة معلومة. فإذا غاب عن الله غاب الحفظ عنه. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، ومفهوم المخالفة أن من لم يصلها لربما ما كان في ذمة الله. إذن في ذمة من؟ إذن الضيق أحياناً يكون من الأبناء والزوجة، إذا كنا لا نرعاهم برعاية الله ونأمرهم بالأمر الشرعي. يا أيها الذين آمنوا أكرمك إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم. وبعض الآباء معذبينه الأبناء، لو كان عقيماً لاشتكى العقم، لكن لما رزق إذا هم الذين يسومونه سوء الحياة، فهو مهموم. حياة بعضنا يحقق رغباتهم، ولربما بعض الرغبات محرمة ونزواتهم، وبعض النزوات محرمة. لا يستطيع أن يوقظ شاباً من أبنائه للصلاة وأيقظه للدنيا. لذا قد يعذبنا الله بهؤلاء الأبناء ويسكن في قلوبنا الهم. بعضنا خائف عليه إذا جاء، وخائف عليه إذا خرج، وخائف عليه إذا ذهب للاختبار، وخائف، الخوف يملأ قلبه. وآخر قرة عينه ذريته، إذا رآهم قرت عينه بين تال للقرآن، بين ساجد ومسبح. الله يرزقنا وإياكم قرة العين. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. إليك أيها الحبيب بعضاً من علاجات الهم، والهم لا بد أيها الحبيب أن يمر على حياتك لأنك في الدنيا. والهم كما قلت إذا كنت قد أزلت أسبابه وبقي الهم في قلبك، فاعلم أن مستراح المؤمن مستراحه يوم أن يدخل مع أبواب الجنة وتسلم عليه الملائكة ويدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. هناك الراحة، كما قال الإمام أحمد لابنه عبد الله. أعود فأقول أول علاجاتها الدعاء، وهناك دواء للهم أمر عليه الصلاة والسلام أمته أن يتعلموه، لأن الذي لا يتعلم هذا الدعاء ستعصف به الآلام والأحزان، وسيضيق صدره وتتقرح عينه، ولا بد من هم وحزن. ترى بعضنا وهو يصلي واقف أمام الله ومشغول بهالأبناء وهالتجارة وهالأموال وهالنساء، وتجه أنت بين يدي من بيده فرج الكرب، لماذا مشغول عنه؟ البعض يقف يريد الصلاة، ترى بعضنا تفوته تكبيرة الإحرام لسبب إيقاظه لأبنائه. الله يصلح لنا ولكم. أقول عليك بهذا الدعاء أيها المهموم. هم دين، هم مرض، هم ولد، هم زوجة، هم عافية، أي هم. الحبيب يقول فيما رواه عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله، وقد أخرجه الإمام أحمد والحديث صحيح، عندما قال صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط، أي عبد، قال هذا الدعاء ستكون له بعد الهم فرجا، وبل وبعد الضيق مخرجا، وله الفرح بعد الحزن. ما هو الدعاء؟ ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن، والحديث نحفظه: اللهم إني عبدك، إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي فقط. نعم، قلها بقلب. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرجا، وفي رواية فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال: أجل، قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وكل واحد يحب أبنائه وزوجته ورفقته وأصحابه. ما أجمل أن نردد هذا الذكر حتى نحفظه ونحفظه ونقوله لأبنائنا، فإن عاقبة هذا الدعاء أن الهم ينقلب فرحا.
والضيق يكون له مخرجا، والصدر ينشرح. إذن تعليم العبد الدعاء، والدعاء كما ورد في الحديث هو العبادة. ومن الأدعية أيضا دعاء الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. الحديث دعاء الكرب كان الحبيب يأمر أمته أن تتعلمها. إذن هنا قوارب تخرجك من حياة التيه، وتطلعك من الضيق والحزن، أن تعود إلى الله رب العالمين. نعم، وأن تدعوه العظيم الحليم، وأن يقول الإنسان هذه الأدعية بتواطؤ القلب مع اللسان. البعض منا يهذها هذًا. الصلاة من علاجات الهم. طيب لماذا له 40 سنة يصلي ولا زال الهم يسكن قلبه؟ لأنه يؤدي ولا يقيم. وفرق بين إقامة الصلاة وبين أدائها. لو قيل لعبد منا الآن صلي ركعتين وهي آخر صلاة لك، ستتعدل صلاته، وستسكن نفسه، وسيذكر ربه، وسيبكي حين تلاوته ومناجاته. لماذا تغيرت حياتك؟ قال: لأنها الأخيرة. سيكون لنا يوما من الأيام صلاة هي الأخيرة، فاجعل صلاتك كلها هي صلاة الوداع حتى تسكن النفس. والله من صلى صلاة وهي قرة عينه، وصلى يناجي ربه، ونسي الدنيا وعرجت روحه، كما عرج بالحبيب عند فرضية الصلاة وعرجت روحه، والله لا يبقى هم إلا وتكسر وتضعضع. حبيبنا كان يضيق صدره بما يقوله كفار مكة. ما العلاج الذي دل رب العزة جل وعلا نبيه دله عليه ليخرج من الضيق؟ ماذا قال الحق له؟ قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هل أمره أن يرميهم، يرجمهم، يدعو عليهم؟ لا، رده إليه حتى يستعيذ به ويسبحه. فقال الله جل وعلا: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فأعظم علاجات ضيق الصدر والضجر أن تدمن التسبيح والتحميد، وأن تكون مع الساجدين. صل يا أخي الحبيب، إذا ضيق صدرك الخلق فدونك الماء، توضأ والقبلة بين يديك، كبر واعرج بروحك إلى الله، تتضعضع هذه الهموم، تندك تلك الغموم. الله مقلب القلوب جل وعلا، قلب ابنك وقلب زوجتك وقلب شريكك وقلب الذي ظلمك بين إصبعين من أصابعه جل وعلا، يقلبها كيف يشاء. فأمره سبحانه أن يبدل همك فرحا. ومن أيضا ومما أيها الأحبة يزيل الهم والغم إدمان الاستغفار، الاستغفار الحقيقي. لا نستغفر حتى يرزقنا الله الولد والمال، نستغفر لأنه الغفور الرحيم، نستغفر لأننا نذنب، نستغفر لأننا نريده بعد أن سترنا أن يغفر لنا وأن يمحو الذنب. البعض منا يجعل الاستغفار يريد الزوجة أو تلك تريد الزوج. الاستغفار علاج للهم، يحقق معاشر الأحباب الآمال، يزيل الهموم، لكن نستغفر بنية طلب المغفرة. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وهذا الضيق، ترى الله قد يعطيك الولد ويجعل شقاءك في الولد، يعطيك المرأة الجميلة وعذابك هي، يعطيك المال فيجعلك في الشمس ومالك في الظل، أنت الذي تشقى عليه وهو لا يسعدك، قد يتسلط عليك فيسلب المال منك. لذلك يا أخي الحب، استغفر حتى تأتيك الأرزاق من حيث لا تدري، ويغفر لك، ويكون بدل الهموم التي معاشر الأحباب سكنت بعض الصدور. يقول صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وفي رواية: ورزقه من غير ما يحتسب. أين الاستغفار أيها الأحبة؟ سيد الاستغفار: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وغيرها من أنواع الاستغفار. أيضا صلاتك
صلاتك وسلامك على خير الورى. صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وصححه الألباني عندما قال أن صلاته سيجعلها كلها له، أي دعاءه صلاة وسلام على خير الورى عليه الصلاة والسلام، كانت البشارة له: تكفى همك ويغفر ذنبك، نسأل الله الكريم من فضله. أيضا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالها ذو النون وهو في جوف البحر وفي ظلمة الليل وفي بطن الحوت: يا من أظلمت عليك الدنيا كظلام البحر، ردد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وسترى النجاة من كل غم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين، احفظ أمننا وإيماننا وولاة أمورنا وسمعة وطننا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد، والحمد لله رب العالمين.